السلام عليكم، ايه الاخبار؟ انا معكم حازم صالح، والنهارده في فيديو جديد هنتعلم ازاي نعمل التصميم ده. فيديو النهارده هنتعلم فيه 3D في الالستريتور. هنتعلم فيه اول درس في قائمه افكت وهو 3D، هنتعلم فيه الاكسترود اند بيفل، هنتعلم فيه الروتيت، هنتعلم فيه الريفولف، هنتعلم ازاي نعمل اشكال 3D، وهسيب لكم درس تحت ازاي تعمل مدينه كامله بقائمه 3D بالإليستريتور. يلا بينا نشوف ازاي هنقدر نعمله النهاردة. هنفتح الإليستريتور، تمام، وبعد كده هجيب مثلا خليها مثلث، هنشيل الستروك ونخلي لون مثلا للفيل بالشكل ده. هنضغط من الإفكت هنلاقي 3D. اول حاجة عشان خاطر نبقى عارفين، لو بصيت هنا هتلاقي كتب لك Illustrator Effects، ودي خاصة بالإليستريتور. تحت هتلاقي في حاجه اسمها فوتوشوب افكتس، ودي نفس الافكتس اللي في الفوتوشوب بالظبط، فدي اعتقد ان احنا مش محتاجين ان احنا نشرحها. فانا خلينا هنبدا الاول بالالستريتور افكت، ولو في وقت نقدر نشرحها لكم هنشرحها لكم باذن الله. كده كده مع التطبيق هنستخدمها وهنشوفها باذن الله. اول حاجه في القائمه هتبقى اللي هي 3D. في عندي من 3D اكسترود اند بيفل، وفي الريفولف، وفي الروتيت. هنتعرف عليهم كلهم واحدة واحدة، هما تقريبا نفس الاوبشنز هي، ولكن في حاجات فيها اوبشنز زيادة، في حاجات فيها اوبشنز ناقصة. فخلينا نبدأ بالاول بالاكسترود اند بيفل. اول حاجة هيظهر لك في القائمة دي بتاعت الاكسترود اند بيفل، اول حاجة هيظهر لك فوق اللي هي البوزيشن. البوزيشن ده وهو عبارة عن الاتجاه او المكان بتاع الشكل بتاعك او الشيب بتاعك، وده هنا بنختاره من البوزيشن، او بنقدر ان احنا نحرك المربع اللي هنا ده علشان نقدر ان احنا نظبطه بيه، او تكتب هنا لو انت عارف الانجلز بتاعتك كلها تقدر انك انت تكتبها هنا في الجزء ده. فمجرد ما تدوس على البوزيشن هتلاقي فيه الفرونت، ده الشكل الامامي، طبعا كل كلمة احنا عارفينها ده الشكل الخلفي. الليفت ده لو من ناحية الشمال او من ناحية اليمين او من فوق او من تحت مثلا، وهكذا. كل ده في الايزومتريك كمان تبدأ كل حاجة بتكون ليها شكل، او كل حاجة بيكون ليها شكل معين بتبان عندك. في طبعا لازم تبقى داس على كلمة بريفيو عشان خاطر يبقى ظاهر زي ما انت شايف كده، تمام. طيب بعدين في اللي هي البرسبكتيف. البرسبكتيف ده مجرد ما بتزوده بيديك منظور داخلي للشكل بتاعك، بمعنى لو جيت هنا هتلاقي الديبث بتاعك، لو زودته هتلاقيه بيرفع لك او بيزود لك الديبث او العمق بتاع الشكل، تمام. وجنبيه في الكاب ده كده الشكل يبقى داخلي، ده مفرغ من الداخل. يعني لو بصيت كده شايفين الجزء المفرغ ده، هو اصلا الشكل مفرغ اهو زي ما انتم شايفين كده. انما لو دوست على الكاب السوليد دي الشكل بقى مسدود، يعني هي هنا التفريغ. طبعا لو انت عايز تعمل ماسوره مفرغه او حاجه زي كده طبعا دي هتنفعك فيها كده، ده بيفرغ لك الشكل بتاعك من الداخل، ويبقى معاك 3D زي ما هو بالظبط. البيفل دي وده بشكل بيعملهولك، خلينا بس ندوس الاول هنا على الكاب، وده شكل بيحددهولك على الشيب من قدام. بمعنى لو انا عايز مثلا اعمل له كلاسيك شيب بالشكل ده، طبعا اقلل اللوكس ده شويه كده وخليه يبقى ظاهر لي شويه، تمام، والدبس ده يقل كده،
شايف البيفل دي اللي هي الشكل بتاعك هنا. طبعا تقدر تزودها من هنا او تقللها زي ما انت عايز. شايفين الشكل ده زي الفوتوشوب كده لما بتعمله بيفل بالظبط. تمام. طبعا دي كلها اشكال تقدر انك انت تستخدمها زي ما انت شايف كده. كل حاجة من دي تقدر انك انت تستخدمها عادي جدا. ده طبعا حسب الشكل بتاعك. وفي هنا من السيرفيس ده الشكل، بصوا لاحظ معايا في ديفيوز شيدنج وفي اللي هو النو شيدنج. تمام. وفي الواير فريم، طبعا لو انت عايز تشوفه فريمات بس، وده من غير شادو خالص وهكذا. بس افضل حاجة بنشتغل عليها اللي هي البلاستيك شيدنج، بحيث ان احنا نبقى شايفين البيفل كويس. تمام. في ايه بقى تحت؟ في الارت ماب وفي المور اوبشنز. خلينا ندوس في الاول على المور اوبشنز علشان نشوف اللايتنج بتاع الشكل. اللي تحت ده كله حاجة خاصة باللايتنج او بالاضاءة بتاعت الشكل. بمعنى شايفين النقطة اللي هنا دي الاضاءة، او ده السبوت اللي بيعمل الاضاءة. مجرد ما بحركها بالماوس كده بتلاحظوا هنا في الشكل ان الاضاءة بتختلف. طيب تحت هنا ده ايه؟ ده لو انت عايز تعمل اضاءة او السبوت ده للظهر. ده الوجه او الشكل الامامي، ده الشكل الخلفي. انما هنا تقدر انك انت تضيف واحد زيادة وتعمله وتحركه برضو كده عشان يبقى في اتنين سبوت عندك تقدر تحركهم في اي اتجاه انت عايزه. تمام. دول بقى اي حاجة خاصة بالشكل او بالاضاءة بتاعتك. طبعا علامة الديليت ده لو انت عايز تمسح واحد فيهم زي ما انتم شايفين كده بتمسح. ده قوة الاضاءة بتاعتك. شوف بقى جرب كل حاجة. القوة بتاعت الاضاءة يعني ان هو قوة الاضاءة عايز الرينج بتاعها قد ايه. ده قوة الهايلايتس بتاعتك. تمام. وده السايز بتاعها حجمه قد ايه. في عندك البلند ستيبس ده، وده نوع الاضاءة بتاعتك. من الماب ارت ده تقدر انك انت تحط اي شكل داخل الشيب بتاعك. زي مثلا ده الوجه، لو ما تدوس هنا بيقعد يقلب لك كل حاجة، وكل حاجة هنا بتظهر بلون. بس اللون طبعا عشان برتقاني سهل، خلينا مثلا نعمله ازرق. نرجع تاني. شايفين الشكل الخط الاحمر ده بيبين لك المكان اللي انت بتشتغل فيه. يعني ده الواجهة الخارجية، ده الناحية العكسية وهكذا. كل حاجة هنا بتظهر. ده كان الجنب، ده الجزء اللي تحت، ده الجزء اللي على الجنب الشمال ده. فطبعا كل حاجة من دي تقدر انك انت تحط لها شكل بتكون انت طبعا عامله مسبقا. انا عامل حاجات زي كده، دروس زي دي هسيب لكم اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن تحت او في صندوق الوصف، تقدر ان انت تبص عليها. خلينا نطبق اي حاجه كده. مثلا ده الشكل الخلفي، خلينا في الامامي نحط له مثلا الورده دي. بص مجرد ما نزلتها على طول بتنزل هنا. ممكن تقدر تكبرها كده الشكل ده، تحركها زي ما انت عايز في اي مكان. خلصنا مثلا الشكل الاولاني، خلينا ندخل على التاني. ده اللي هو خلف ده مش محتاجينه، وده برضو مش محتاجينه، تحت مش محتاجينه. خلينا في الشكل الشمالي مثلا تحطوا له دي، لا خليها ملونه. بص هتلاقي ظهرت معاك هنا اهيت. تقدر برضو انك تكبرها زي ما انت عايز وتظهر معاك هنا بالشكل ده. هنا دي لو انت عايز تدي للشكل، يعني هي الصوره كده من غير شادو، هي كأنها محطوطة كده وخلاص. انما دي ممكن على لو دوست على دي هتلاقيها داخلة في الشكل بالاضافة للشادو، كأنها حاجة موجودة بالظبط. يعني بمعنى لو دوسنا هنا كده شايفين الشكل ده كده كله بارز نفس اللون. انما لو دوست على شيدنج ارت وورد ده بص تلاقيه مديك نفس الشادو اللي موجود هنا في الشكل ده، فبالتالي تحس ان الحاجة اصلية مش تركيب خالص. بس كده. هنا في بيبقى في اوقات بعض الزيادات موجودة تقدر انك انت تعمل لها اخفاء من هنا كده، او كمان تقدر انك انت تبقى تشوفها كبريفيو في الشكل بتاعك عامل ازاي، وبعد كده بتقول اوكي اوكي تلاقيها الشكل معاك بقى بالشكل ده. وبعد كده هيبقى ريفولف. ريفولف ده بقى شغله نص، يعني ان هو بيكون لك الاشكال 3D.
خلينا كده نعمل صورة زي دي او حاجة، قصدي دايرة زي دي، وهنقص النص ده تمام، لان هو بيكون الشكل بتاعك. يعني انت بتبقى رسم له شكل ويكونه لك هو اللي 3D. ازاي يعني؟ مثلا احنا معنا الشكل ده اهوت، خلينا ندوس على افكت 3D وبعدين ريفولف. بص اوتوماتيك عشان انا عامل بريفيو، وهو كون لي الدايرة بتاعتي، كمان بيديك اللايت بتاعها زي ما انتم شايفين اهوت تمام. هي كل حاجة نفسها، هي اللي هنا هو نفسه، هو كل حاجة ما عدا الجزء بتاع الانجل ده. طبعا الانجل هنا هو بيقول لك انت عايز الانجل بتاعتك قد ايه. طبعا عشان هي 360 درجة دائرية، فطبيعي ان الشكل بتاعك هيكون دائري. طبعا تقدر تغيرها اللي انت عايزه، بص بقت نص دايرة اهيت بالشكل ده كده اهو، شايف نص دايرة اهي. فانت طبعا كل حاجة في الانجل ده تقدر انك انت تغيرها علشان يكون لك الشكل بتاعك. يعني ده عشان ده عملت 180 كان نص دايرة، انما مجرد ما عملت 360 هترجع الدايرة زي ما هي. طبعا احنا عرفنا ان ده التفريغ، وده ان هي تكون سوليد حتة واحدة. في بقى الاوفست، الاوفست ده بقى بيكون لك شكل مختلف. يعني انت بتعمل شكل تاني من الشكل الدائري ده. بمعنى لو انا زودت كده ده شوية، بص تلاقيه قلبه لك، بص الشكل عامل ازاي، شكل عامل دائري كده، عامل زي الدونت، شكل دائري مفرغ من الداخل. طبعا كل ما بتزود بتلاقيه كبرها لك بالشكل ده كده. كمان هنا تقدر تغير الشكل ده، او من الاخر كده بيقول لك انك انت عايز الدوران او الثري دي بتاعك يبدا من ناحيه ايه، هل يبدا من ناحيه الشمال ولا اليمين. ولكن كل شكل هيديك شكل مختلف، يعني كل اوبشن هيديك شكل مختلف. لو الليفت هيديك شكل دائري، بص الرايت هيديك ايه، هيديك شكل تاني زي ما انت شايفه كده. طبعا كل ما تقلل هتبص تلاقي الشكل بتاعك بقى، بص عامل ازاي. خلينا بس نعمله كده او كده عشان نبقى شايفينه. بص الشكل بتاعك بقى شكل مختلف بالطريقة دي. وطبعا زي ما اتفقنا على الشكل ده زي ما هو كل حاجة زي ما هي تمام كده. كل حاجة تقريبا هي موجودة هنا، موجودة هنا، موجودة هنا تمام. فده حاجة تقدر انك انت تعتمد عليها بايدك. تقدر كمان انك انت تعتمد على الحاجات دي، وهعمل لكم شكل كده بسيط بعد ما نخلص تمام. في هنا بقى بعد كده الروتيت، وده ما بيعملش حاجة كتير بصراحة، يعني هو بيلف لك الشكل مش اكتر، يخلي لك الشكل 3D زي ما انت شايفه كده وخلاص، او بيلفه لك وخلاص. فهو تقريبا ما بيعملش اي حاجة خالص. تقدر طبعا تعمل البرسبكتيف بتاعك زي ما انت عايز بالشكل ده، لكن هو بيلفه لك وخلاص، مفيش اي جديد فيه. تعالوا بينا نجرب حاجة بقى. مثلا خلينا نقول ان احنا هنعمل مثلا برج، هنعمل دايرة بالشكل ده كده، وهنغير لونها مثلا تمام، وهدوس من ايه، او خلينا وهدوس من افكت 3D اكسترود اند بيفل، واختار البوزيشن بتاعه على طول مثلا ايزومتريك توب، انا عايزه يبقى لفوق. واغير مثلا الديبث بتاعي، اكبره بالشكل ده كده، اقول اوكي. خلينا نكبر الشكل بتاعنا، وهنرجع تاني من قائمة الابيرنس، نزود الاكسترود شوية بالشكل ده، نجيبه هنا كده
وهاجي هنا واعمل له مثلا شبابيك صغيرة كده. هدوس الت وهشد كده عشان يعمل لي نسخة تانية منها، وهدوس كنترول دي عشان يكررها لي بالشكل ده. بعد كده هعمل سيلكت عليهم كلهم وانزلهم لتحت كده، وهدوس برضو كنترول دي عشان يكررهم لي بالطريقة دي كده. خلينا نغير اللون بتاعهم بالشكل ده، وبعد كده هتعمل لهم من Object Expand. هشدهم بعد كده على السيمبلز، قائمة السيمبلز دي لو مش موجودة عندك هتدوس على ويندو وبعدين هتدوس على كلمة سيمبل هتظهر لك، وتشدهم دي كده وهتقول اوكي. هرجع تاني هدوس على الشكل بتاعي وهرجع من الابيرنس مرة تانية كده، وهختار ماب ارت زي ما اتفقنا. هنا في اشكال وكل شكل تلاقيه متحدد باللون الاحمر ده اللي بيقولك عليه. هدوس على الحاجة الصغيرة دي وهرجع تاني، هو كده حدد لي الشكل ده اهوت. اختار من السيمبل الشكل اللي احنا عملناه وهجيبه هنا كده وابدأ اشده بالشكل ده، وهقول له مثلا شيد ارت وورك عشان يظبط لي الشادو، وهقول له اوكي اوكي. ابص الاقي ان هو حط لي الشبابيك دي بشكل احترافي جدا على الشكل بتاعي. طبعا تقدر انك انت بعد كده تعمل دايرة تانية بنفس اللون وهتقول له برضو، او نكبرها شوية، تقدر برضو من تكرر نفس الموضوع وهتقول له نقللها شوية لـ30 مثلا، تقول له اوكي، تحطها فوق هنا كده. بالشكل ده تقدر كمان تاخد منها نسخة تانية بالت كده وتصغرها بالشكل ده، تقدر كمان تعمل نسخة كمان وتصغر اكتر، وترجع تاني للبيفل تزود الدبس وتقول اوكي. بعد كده هتحاول تشدها لفوق كده عشان تظبط الشكل بتاعها بالطريقة دي، وبكده تعمل جروب مثلا، وبكده تبقى انت عملت حاجة زي دي كده، او مثلا شكل لبرج مثلا. انا رسم قبل كده مدينة كاملة بنفس الطريقة دي، هسيب لكم اللينك في الوصف تحت تقدروا انكم تتفرجوا عليها. ان شاء الله الدرس الجاي هيكون على الاوبشن اللي بعده، هيكون على Distort and Transform. نتعلم فيه ازاي الحاجات اللي جواه واحده واحده، وهسيب لكم برضو لينكات تحت تعليمي او تطبيق عليه ازاي تقدر تعمل بيه ورده وازاي تعمل ترسم بيه. اتمنى ان اكون افدتكم النهارده. لايك وشير للحلقه لو عجبتكم، اشتركوا في القناه، ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات. كان معكم حازم صالح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.